مرحبا شباب، اليوم فيديو اليوم راح يكون عن أفضل بي سي جيمينج لمبلغ 600 دولار. لهذا التجميع أنا تقريبا عندي القطع المشابهة لإله، بس عم تعطي تقريبا نفس الأداء. أول شي خلينا نبلش بالقطع. لهدول القطع كمان موجودين بسوريا، فاللي بيحب يشتري منهم على الأغلب راح يكونوا موجودين وبسعر أغلى من الدولار، فرق بسيط. أول شيء نبلش بالمعالج. عندنا الكور i5 4460. أنا شخصيا عندي هذا المعالج وأداؤه ممتاز، وممكن يعني بكفي لأي كرت وما بيعمل باتل نك بأي شكل. هو معالج كواد كور نزل 2014، بس لهلا أداؤه ممتاز وبيدعم الهايبر ثريدنج كمان. والبوست كلوك تبعه بتكون من 3.2 جيجا هرتز ل 3.4 جيجا هرتز، فيه 6 ميجا بايت كاش. وطبعا هو استخدامه قليل للكهرباء، كما بنشوف هون انه 84 واط بس بياخذ من الباور سبلاي. ثاني شيء بنروح للمذر بورد اللي اخترتها، هي ال H81K. هي بورد جيدة وبادجت وفيها ميزات منيحة بتكفي لأي مستخدم عادي. فيها بورتين يو اس بي 3 وبورتين يو اس بي 2 والإيثرنت وكل الميزات الأساسية، وفيها مأخذين للرام بتدعم الدول تشانل ولحد 16 جيجا بايت. تاخذ اي معالج من السوكت 1150 من الاي 7 للبنتيوم والسلامه. هاي بنشوف المواصفات تبعها، هي كمان بورد جيده جدا ومعروفه من شركه ازوس اللي ما بتخزن ابدا المنتجات تبعها كجوده واداء. كمان اخترت الستريكس جي تي اكس 960 4 جيجا بايت. هذا كارت جبار للسعر تبعه، طبعا انه في 4 جيجا، وهي النسخه بالتحديد اسرع نسخه من ال 960. بنعرف انه الستريكس عم يجي دائما باسرع الكلوك، اسرع شيء بالكلوك تبعه. وطبعا هذا الكارت بكفي للاداء ال 1080 بي على الالعاب الجديده بين هاي وميديوم، والالعاب اللي قبل 2015 او قبل 2016 على الالترا او الهاي على 1080. طبعا هذا الجهاز تبريده ممتاز وما بيدور المراوح الا لما حتى يصير تحت الحمل، والكواليتي تبعه كتير منيحة. هلا اخترت الرام، هو الهايبر اكس فيوري دي دي ار 3. هدول بيجيب تردد 1600 ميجا هرتز، جيدين وبكفوا للجيمينج، واي قطعتين 4 جيجا بايت بتكون كافية كتير للجيمينج. اي حدا بيحب يزيد يجيب قطعتين 8 جيجا. كمان بنعرف ان هدول من شركة كينغستون ممتازين ومعروفين جدا. والهارد اللي شخصيا انا عندي اياه كمان هو السي جيت ديسك توب، الموديل تبع الاس تي 1000 دي ام 003. هو سعته 1 تيرا بايت وبيجي الكاش تبعه 64 ميجا. انا شخصيا عندي اياه مركبه على البي سي مع الهاردات الثانيه، ومنزل عليه كل الالعاب الكراكت، وتقريبا اداؤه ممتاز وبيدعم الساتا 6 جيجا بايت. هو سعره معقول لهالاداء ولهالحجم فجيد. والباور سبلاي هو الاف اس بي جروب هيكسا بلس 500 واتس، كمان هذا اللي عندي انا محطوط عندي، وكمان بنصح فيه وممتاز وجيد وموجود عندنا بسوريا. فمو ما راح كنت راح احط الكورسير او الثيرمال تيك، بس ما بظن انه في راح يكون موجودين بسوريا، فحطيت هذا انه يكون مشابه للموجود بهون. واخر شيء اخترت الكيس اللي كمان انا عندي اياها، هي فعلا ممتازة وإلى 4 مداخل للمراوح وبتعطي تبريد وإير فلو ممتازين، وبتحمل هي ميد تاور بتحمل اي تي اكس ماذر بورد. وهي المواصفات طبعا بنشوف انه تاخذ لحد ال 120 ملي، هي مليمتر بيجي معها فان مليمتر 120 مليمتر. بتاخذ انه كرت شاشة لحد ال 12 نص انش او 32 سنتيمتر، وكمان بيجي معه يو اس بي 3 لموديل معين واللي هو واحد من الموديلين اللي بيجوا فيه، واحد فيه يو اس بي 2 واحد الثاني فيه يو اس بي 3. وطبعا بنشوف انه فيه فنت على اليسار على الباب وشباك صغير، وفي بيجي هو بالاصل بيجي منزل فيه مروحه 120 ملم فيها ال اي دي ازرق، ومن فوق كمان في مروحتين، وفي احتمال انه اذا حدا بده يركب ووتر كولينج فينه يحط الراديتر فوق. لهي الليست الكامله للبي سي، انا بنصح فيها جدا انه جيده وكافيه انه تشغل اي العاب جديده او قديمه على دقه عاليه، وتقريبا 60 فريم حسب اللعبه ومتطلباتها.
طبعا انا انسى انه المعالج قوي بيتحمل اي شيء، يعني حتى انا شفت في عالم حاطين له 980 تي اي وما عامل بطل نيك، وال H81 M هي بورد بادجت ما فيها الميزات الفظيعة بس انه جيدة للجيمينج، وما بده واحد ما بده اكتر من هيك، والرام سريع وبكفي، والهارد مساحته كبيرة، والكرت قوي بشغل ال 1080 بي على اي بدون اي مشكلة. وهذا هو الفيديو شباب، بتمنى أن يكون عجبكم واستفدتوا منه، وتابعونا وشوفوا اعملوا سبسكرايب، وشكرا.